فالمشكلة الزوجية أو الخلافات الأسرية يعرفها العلماء بأن المشكلات الزوجية هي المشكلات والخلافات التي تؤثر سلبا في الحياة الزوجية وتهدد استمرار العلاقة الزوجية وتدفع إلى اتخاذ قرارات مهمة قد تصل إلى الطلاق. ومن أهم أسباب المشكلات الزوجية هو وجود تباين في الأفكار والمشاعر واتجاهات الزوجين حول أمر من الأمور. ربما يكون هناك تباين واختلاف في الرؤى بالنسبة للمستقبل، بالنسبة لتربية الأولاد، بالنسبة لأمر ما من الأمور، في خلافات في هذه النواحي مثلا، فينتج عنه ردود أفعال غير مرغوب فيها تظهر الخلافات وتوضحها ثم تحولها إلى نفور وشقاق. وزيادة ردود الأفعال غير المرغوب فيها فيختل التفاعل الزواجي ويسوء التوافق وتضعف العلاقة الزوجية. أنواع المشكلات الزوجية، المشكلات الزوجية لها أنواع كثيرة. من هذه المشكلات المشاكل المتقطعة. المشاكل المتقطعة دي بتنشأ حسب الظروف، تنشأ حسب الظروف التي تعترض الأسرة وتنتهي بانتهائها وتعرف بالمشاكل العادية. يعني نقدر نستطيع أن نطلق عليها مشاكل مؤقتة، اختلفت معه مثلا في أمر من الأمور، شراء شيء من الأشياء، خلاص مر الموقف وانتهى، دي مشكلة مؤقتة. ممكن تكون في مشاكل دائمة وهي التي تبدأ مع بداية الزواج وتستمر لفترة شبه دائمة لا تنتهي بحيث تصبح هي الغالبة على الحياة الزوجية. يعني الغالب على حياة هذه الأسرة هي المشكلات، فدي بتسمى بالمشاكل الدائمة. وبعدين في مشاكل ظاهرة، في مشاكل دائمة بس ما حدش يعرفها غير الزوجين مع بعضهم، ودي في شوية من الحكمة وشوية من العقل بين الزوجين. لكن في مشاكل بتصبح مشاكل ظاهرة وهي التي يشعر بها الآخرون وقد ترى أثارها واضحة جلية للعيان، مثل آثار العنف في المنزل وغيرها. وأيضا في مشاكل خفية، المشاكل الخفية دي بقى هي اللي تخاف منها. مشاكل خفية دي معناها هي التي تنشأ في داخل أحد الزوجين ولا يحس بها الطرف الآخر. في مشكلة عند طرف من الأطراف بس الطرف الثاني عنده لا مبالاة ولا يشعر بها. وهذه من أخطر الأنواع لأنها قد تنفجر في أي لحظة ممكنة. أنت شايف إن الحياة ماشية طبيعي هادية، بس الطرف الثاني عنده مشكلة، فالمشكلة دي قد تولد الانفجار في أي وقت، في أي لحظة ممكنة، محدثة الكثير من المشاكل الوخيمة، وهي التي يطلق عليها الكبت الداخلي. في أحد الأطراف عنده كبت يكبت المشكلة لكن لا يستطيع الاستمرار في هذا الأمر، وإنما المشكلة من الممكن أنها تنفجر في أي لحظة من اللحظات وتسبب الكثير من المشاكل.